طاب اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من موقع المصدر اونلاين: ميليشيا الحوثي تمنع اهالي محافظه الحديده الهاربين من السفر الى عدن. ومن الجزيره نت: مئات اليمنيين يتواجدون في جزيره نائيه بدوله كوريا الجنوبيه. وفي جولتنا الرياضية: رئيس الاتحاد البرازيلي يحطم كوب قهوة فوق رأس مشجع روسي في أحد المطار. أهلا بكم. قال شهود عيان إن نقطة تابعة لجماعة الحوثيين في الراهدة قامت باحتجاز العشرات من باصات النقل وبداخلها عوائل نازحة من سكان الحديدة كانت متجهة صوب عدن وعنونة موقع المصدر أونلاين. جماعة الحوثي تمنع عائلات نازحة من الحديدة من دخول عدن وتعيدهم إلى إب. أوضحت المصادر أن عشرات الأسر النازحة من الحديدة بسبب الحرب هناك حاولت النزوح إلى عدن، لكن جماعة الحوثي قامت بمنع واحتجاز الباصات التي تقلها لساعات طويلة في نقطة الراهدة، ثم قامت بقيادتهم إلى محافظة إب دون توضيح الأسباب. وبحسب الشهود فإن بعض الأسر تعاني من أمراض مختلفة طلبت من المسلحين الحوثيين التوقف في بعض المناطق التي تحوي مراكز صحية في القاعدة والحوبان للعلاج، لكنهم رفضوا ذلك. من هم الجنود الذين يواجهون ميليشيات الحوثي في الحديدة ونهم والبيضاء وصعدة والجبهات الأخرى؟ إنهم الضحايا الذين تحولوا إلى كابوس لمن كان سببا في مأساتهم، هكذا يعتقد أحمد ناصر حميدان في مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا. انقلبوا على التسوية ومخرجات الحوار والدولة الاتحادية العادلة، دولة المواطنة والنظام والقانون، طغوا وبغوا، ظلموا وبطشوا، قتل وتفجير مساكن ودور القرآن وقصف قرى ومدن، تدمير للمؤسسات والبنية وسفك للدماء، نهب الخيرات وحرمان الناس من رزقهم ورواتبهم وتجارتهم، واختتموها بالسوق السوداء التي تستغل معاناة الناس. الموت البطيء طال شعبا بأكمله، مهانة وعوزا وجوعا وفقرا ومرضا وأوبئة، وسادتهم في ثراء فاحش في تحد للجميع. كل يمني اليوم معني بقتالكم، وها هم يقاتلونكم في الجبهات، هم أحفاد ثوار أكتوبر وسبتمبر. إنهم كل من طردتموهم من أرضهم ولاحقتموهم وفجرتم منازلهم وأهنتم أسرهم ودمرتم مدنهم وقراهم. هم أبناء وذووا ضحايا مجازركم في دماج وعمران وصنعاء وكل المدن والقرى التي مررتم بها، ومنها عدن، وذووا ضحايا مجزرة التواهي والمساكن التي انهارت فوق رؤوس ساكنيها. هم ضحايا الألغام التي زرعتموها في كل بقاع وأودية وجبال وصحار الوطن اليمني. الجنوب تحرر، ومنه تتحرر الحديدة والبيضاء قريبا، وصعدة يقتربون من أوكاركم فيها، ونهم يتقدم الأبطال نحو صنعاء. إنهم كابوسكم الذي سيطاردكم ليستأصل البذرة الخبيثة التي نبتت في أرضنا المباركة، ليعود اليمن السعيد يمن الخير والبركات، يمن الحب والتسامح والتعايش والكرامة والعزة والشرف. جميع من يذهبون للقتال في جبهات ميليشيا الحوثي يفقدون القدرة على العودة، وإن فكروا بالعودة فرصاص الميليشيا تنتظرهم، وعنونا موقع سبتمبر نت. ذمار: ميليشيا الحوثي تقتل شابا بمبرر الفرار من جبهة الساحل. وقال الموقع أن مسلحي ميليشيا الحوثي قتلوا شابا من أبناء مديرية الحدا التابعة لمحافظة ذمار لرفضه العودة إلى جبهة الساحل الغربي. وقالت مصادر محلية لسبتمبر نت أن القتيل ويدعى محمد ناصر كان قد انخرط مع ميليشيا الحوثي للقتال في جبهة الساحل الغربي في أوائل شهر رمضان الماضي، لكنه عاد إلى منزله بعد عدة أيام ورفض بشكل قطعي العودة إلى صفوفهم. وأوضحت المصادر أن الضحية كان يحذر شباب المنطقة من الذهاب مع الميليشيا، كونهم يقدمونهم إلى الموت ويتركون القتلى والجرحى في ميدان المعركة ويفرون. كيف تدافع الشعوب العربية عن نفسها؟ تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله في العربي الجديد مضيفا:
تغيرت استراتيجية الهجمات على الشعوب العربية من الهجمات الشاملة إلى استراتيجية الأجزاء، وجاءت موجة ثورات الربيع العربي ليبدأ تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بتدبير الثورات المضادة ودعمها، كل حالة على حدة طبقا لظروف كل بلد وطبيعته وكل شعب. وغرق العالم العربي في حالة من الاقتتال والصراعات والأزمات، ولم يعد هناك مجال لمجرد الحديث عن أمة عربية أو وحدة عربية أو حتى عن دور شكلي لجامعة الدول العربية. أخيراً، الهجمة الكبرى التي يتم الإعداد لها بعناية شديدة وتخطيط لعله الأشد خبثاً ومهارة من كل ما سبقها من هجمات، والتي بدأت بإلقاء مجموعة من بالونات الاختبار والخطوات المحسوبة بدقة، وكان مصطلح صفقة القرن هو البداية، حيث تم إطلاق المصطلح من دون أي توضيح لمضمونه ومن دون أي تصريح رسمي من الدولة المعنية به، وهي أمريكا ورئيسها دونالد ترامب، وترك الأمر للتسريبات الإعلامية والتحليلات والتقديرات والاجتهادات من غير المسؤولين. وأعقب ذلك مجموعة من الخطوات المريبة، أبرزها قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها في احتفالية رسمية، وموجة من التسريبات عن اتصالات وحوارات إسرائيلية عربية مع دول تلعب أدوار نافذة على الساحة العربية حالياً، أبرزها السعودية والإمارات، وإطلاق بالونات اختبار جديدة تتضمن أطراً للتسوية في المنطقة تركز على تصفية القضية الفلسطينية أولاً، ولعل آخر تلك البالونات مشروع إقامة ميناء بحري ومطار ومحطة توليد كهرباء رئيسية لخدمة قطاع غزة، ليس في غزة ولكن على سواحل العريش في سيناء المصرية. وفي الوقت نفسه تمارس ضغوط هائلة على كل من الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن وعلى سلطة الرئيس محمود عباس في رام الله للقبول بحل يربط الضفة الغربية بالأردن. أثناء المعارك التي دارت في عدن، انتشر مرض حمى الضنك ودفع عدد من أبناء المدينة حياتهم ثمنا لذلك المرض، وكانت السلطات قد قررت منح ذوي المتوفين بالمرض رواتب، لكن الأمر توقف وتعلق صحيفة الأيام. أسر المتوفين بحمى الضنك في حرب 2015 يشكون حرمانهم مرتباتهم، وقالت الصحيفة شكى عدد من أهالي المتوفين بوباء حمى الضنك في حرب 2015 من توقف مرتبات ذويهم بشكل مفاجئ بعد أن كانوا تسلموا مرتبات شهرين ضمن عمليات صرف مرتبات الشهداء غير الموظفين. وقالت الأيام إن عدد المتوفين بلغ 100 شخص، وقد توقفت رواتبهم بعد أن تم اعتمادهم وتسليمهم رواتب شهرين. وقال الأقارب إنهم قدموا تظلما من توقف المرتبات، غير أنهم لم يجدوا أي تجاوب من قبل المسؤولين. الجدير بالذكر أن وباء حمى الضنك تفشى إبان حرب 2015 في العاصمة عدن، حاصدا عددا من الأرواح نظرا لانعدام الأدوية حينها بسبب ما كانت تفرضه ميليشيا الحوثي من حصار على المديريات التي كانت تسيطر عليها آنذاك. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يشبه موقع إخباري عربي قصة اليمنيين الباحثين عن وطن يحتويهم إلى أن تزول غمتهم بقصة الأفارقة الذين يصلون الحدود المكسيكية الأمريكية بعد رحلة برية من البرازيل، وبالسوريين الذين يصلون شواطئ اليونان، أو الإيرانيين الذين يصلون جزيرة ناورو بالمحيط الهادي.
ويقول موقع الجزيرة نت: مئات اليمنيين يلجؤون إلى جزيرة نائية في كوريا الجنوبية. ويقول الموقع: موضع قدم جديد لمئات اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل في عالم اللجوء والهجرة. إنها جزيرة نائية قرب الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية، تعتبر منتجعا يرتاده السياح للغطس ولعب الغولف وتناول وجبات الأحياء البحرية. والقصة الأوسع التي تتكشف بجزيرة جيجو، وهي ما اعتاده الناس، كانوا يبحثون بيأس عن ثغرات أو دروب غير مطروقة بالكرة الأرضية للعثور على مكان يرغب في استضافتهم. حتى هذه الجزيرة التي كان يمكن أن يدخلها اليمني دون تأشيرة أنهت ذلك، وتوقفت الجزيرة عن منح اليمنيين تأشيرة الدخول عند وصولهم إليها. وفي الأول من الشهر الجاري أزالت جيجو اليمن من قائمة الدول المعفاة من الحصول على تأشيرة الدخول مسبقة، لتنضم إلى كل من سوريا وإيران ونيجيريا. في جولتنا بين أهم ما تناولته الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، نطالع في صحيفة لوبون الفرنسية: اليمن، الإمارات تصر على انسحاب المتمردين من الحديدة. وقالت الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة التي تشرف على هجوم مناهض للمتمرد في الحديدة باليمن أصرت على انسحاب غير مشروط للمتمردين من هذه المدينة الرئيسية التي تدخل منها الواردات والمساعدات الإنسانية في البلاد أثناء الحرب. إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي داعمة للتحالف وتقوده أو داعمة لتحالف تقوده السعودية، التي تدخلت في اليمن عام 2015 للمساعدة في وقف صعود المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة من بينها العاصمة صنعاء. وتتابع الصحيفة الفرنسية: واصل الحوثيون إطلاق قذائف الهاون على المطار، وردت القوات الموالية للحكومة على القناصة المتمركزين في المناطق المجاورة والذين يقيمون أو يقومون بإطلاق النار. لم تكن الخيبات التي منيت بها الفرق العربية في كأس العالم جديدة علينا، بل ربما تأتي محاكاة لواقع عربي شامل. لم تكن المنتخبات المشاركة إلا انعكاسا له، هكذا بدأ الكاتب اللبناني حسام كنفاني مقاله في العربي الجديد تحت عنوان زمن الآمال والخيبات مضيفا: على الرغم من أننا كنا نعرف أن المشاركة العربية في المونديال لم تكن لتصل بالمنتخبات إلى مراحل متقدمة، لكن ذلك لا يعني أننا لم نكن نترقب انتصارا ما ينقذ ماء وجه المشاركة كي لا تكون لمجرد شرف المشاركة. هو عصر الآمال والخيبات، ليس في كرة القدم فحسب، بل يمكن الرجوع كثيرا إلى الوراء لإسقاط الحال الكروي على الوضع السياسي العربي. لكن النموذج الأبرز قد يكون في فترة الثورات غير البعيدة والتي اصطلح على تسميتها الربيع العربي. حملت هذه الفترة الآمال نفسها التي جسدتها المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لكنها انتهت في معظمها إلى النتيجة نفسها بشكل أو بآخر، خصوصا بالنسبة إلى اثنين من المنتخبات المشاركة في المونديال الروسي، أي مصر وتونس. من تونس كانت الانطلاقة كما هو معلوم، وهي الدولة العربية الوحيدة التي لا تزال تعيش على بقايا الثورة على الرغم من الأزمات السياسية التي مرت بها طوال الأعوام السبعة الماضية، غير أن هذا لا يمنع أن الثورة في البلاد لم تصل بعد إلى ما كانت تصبو إليه، وأن الطريق أمامها لا يزال طويلا تماما، كما حال المنتخب التونسي الذي لم يقدم الحد الأدنى من المطلوب منه في مواجهته مع المنتخب الإنجليزي على الرغم من تسجيله هدفا كان الأول للعرب في المونديال العالمي مثلما كانت فاتحة الثورات العربية. لم يكن كأس العالم الفيفا رحيما بحاملي اللقب في السنوات الأخيرة، فمن بين المتوجين بالألقاب النسخ الأربعة الأخيرة فشل ثلاثة في التأهل من مرحلة خروج المغلوب، بينما خرج منتخب البرازيل في نسخة 2006 من دور الثمانية. يقول موقع الفيفا عنوانا: حامل اللقب ينجو بعجوبة والأحصنة السوداء تتألق. أفاد الموقع: بدأ المنتخب الألماني قريبا من مواصلة هذه المسيرة المشؤومة، حيث كان قريبا من تلقي الخسارة الثانية على التوالي التي كانت ستضمن للسويد والمكسيك مقعدين في الدور الثاني. لكن ألمانيا كما يعرف الجميع هي بلد كروي قوي، ورغم تأخرها بهدف وخوضها آخر فترة في المباراة بعشرة لاعبين، حاربت كتيبة السود أو الألمان
لتنزع فوزا لا ينسى، وقد حسم أو وقد حسم المنتخب الألماني مباراة بعد 5 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث أطلق توني كروز الذي تسبب خطأه في الهدف الأول الذي سجله أول تيوفنين ركلة حرة رائعة أثارت ضجة كبيرة في ملعب فيشت بمدينة سوتشي. ومن الأخبار الرياضية ولكن من دون روح رياضية كما يقال، حيث تعنون صحيفة القدس العربي: رئيس الاتحاد البرازيلي يحطم كوب قهوة فوق رأس مشجع روسي. ودخل أنطونيو كارلوس نونيز رئيس الاتحاد البرازيلي في شجار مع مشجع روسي بإحدى المطاعم في البلاد على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم. وفقا للصحيفة، فقد قام مشجع روسي بتوجيه انتقادات حادة لرئيس الاتحاد البرازيلي وصفه بالوغد والمتشرد ليخرج نونيوز عن شعوره. وأضافت الصحيفة: قام رئيس الاتحاد البرازيلي بتحطيم كوب قهوة فوق رأس المشجع الروسي بعد سماعه الانتقادات الموجهة له، وتم إغلاق المطعم مباشرة فور انتهاء الشجار بين الطرفين. ولم يتواجد نونيوز في مدرجات ملعب مباراة البرازيل وكوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من العرس العالمي، والتي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد. في جولتنا المصورة نبدأها من صور لطفلة أشعلت الرأي العام الأمريكي ضد الرئيس ترامب، وصور أخرى لأحداث الأسبوع نتابعها في صور اليوم من صحيفة الجاردين البريطانية. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.